أهلا بكم. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن خطة النصر الأوكرانية يمكن أن تجلب السلام في العام المقبل، لكنها تحتوي على خطوة لم يصادق عليها حلفاء غربيون أساسيون حتى الآن، وهي دعوة أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي قبل انتهاء الحرب. فعن أي نصر يتحدث زيلينسكي؟ هل انقشع الضباب عن الآمال الأوكرانية في الحرب التي تشنها عليها روسيا؟ بدخول الخريف على الجبهات في أوكرانيا تتباطأ حدة القتال ويصيب الجبهة الجمود، وهذا ما يحدث الآن مع حلفاء كييف الغربيين على جبهة الدعم المستمر. وسؤال العواصم الغربية أصبح الآن: إلى متى هذا الدعم؟ الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال خلال جولة أوروبية مطلع هذا الشهر: في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لدينا فرصة لتحريك الأمور نحو السلام والاستقرار الدائم. الوضع في ساحة المعركة يخلق فرصة لاتخاذ هذا القرار، قرار باتخاذ إجراء حاسم لإنهاء الحرب في موعد أقصاه عام 2025. نهاية الحرب المقترحة من الرئيس زيلينسكي لا تتضمن رؤية لأوكرانيا خارج حلف الناتو. في المقابل يرى خبراء عسكريون بأن الوضع العسكري لأوكرانيا أصبح أفضل بكثير من بداية الاجتياح الروسي لأراضي البلاد حين كان جيشها ضعيف العدة والعتاد. الجيش الأوكراني اليوم أصبح واحدا من أقوى وأفضل الجيوش الأوروبية استعدادا في القارة، مع بلوغ منتسبيه إلى 900,000 مقاتل وحصوله على دعم مادي بمئات المليارات سنوياً منذ بداية الحرب، الأمر الذي يجعله أكبر من جيوش بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجتمعة. هناك تقبل في الأوساط الغربية الآن بأن أي غزو روسي واسع وجديد لأوكرانيا لن يكون سهلاً، بل إن كييف قادرة على خلق معادلة ردع مع الجانب الروسي لقدرة كييف على ضرب أهداف حساسة داخل الأراضي الروسية. فأي صيغة نصر يتم التوصل إليها ستكون بحسب خبراء كثيرين نصراً بطعم الهزيمة للطرفين. حتى وإن كان نصراً بطعم الهزيمة، فموسكو اعتبرت خطة زيلينسكي محاولة لتوريط حلف الناتو في حرب مباشرة مع الجيش الروسي. فهل اقترب الحسم فعلا لصالح أوكرانيا كما يقول زيلينسكي، وبأية أثمان؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من موسكو الأستاذ رامي القليوبي الخبير في شأن الروسي، ومن كييف الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية. دكتور محمد، هل هناك ما يسند أطروحة النصر التي أعلنها زيلينسكي في خطته، أم أنها مجرد شعارات غير متماسكة كما وصفتها الناطقة باسم الخارجية الروسية زاخاروفا؟ تحية لك أستاذ أحمد ولمشاهديك ولضيفك الكريم من موسكو. بالطبع مهم جدا أن هذه الخطة قبل أن يقرأها الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال هنالك بنود سرية لا يمكن الكشف عنها إلا وقال لبعض الحلفاء. إذن هنالك بنود في هذه الخطة، من الواضح أنه الرأي العام لن يتقبلها حاليا. والبنود الخمس التي تلاها أوكرانيا بغض النظر عن ما تقوله روسيا، وروسيا هي طبعا لا يجب مجدر أخذ كل ما تقوله روسيا أو زاخاروفا أو بيسكوف بعين الجدية، تحت كل بند كان يقول زيلينسكي هنالك بند سري. الخطة كما أراها الآن فعلا أن أوكرانيا تريد أن ترسل إشارتين للأمر الداخلي بأن أوكرانيا متماسكة وأنها لن تتنازل عن الثوابت الأساسية وهي وحدة سلام الأراضي الأوكرانية، لن تتنازل عن رغبتها بالانضمام لحلف الناتو. وللغرب ترسل أوكرانيا اليوم إشارة صراحة أنا أراها مقلقة جدا ومن جهة أخرى سخية جدا. في هذه الخطة يقول زيلينسكي الغرب يعني إن بسطنا الجمل مستعدون أن تكون أراضينا اليوم أوكرانيا للقواعد الغربية الأوكرانية استعدادا لحرب شاملة مع روسيا. يقول زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني سيقاسم خبرته بل سيدافع عن أوروبا، ويقول زيلينسكي بأنه الحرب توسعت عندما ثبت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية طبعا مساندة كوريا الشمالية لروسيا ليس فقط بالمعدات إنما بالجنود، وكأن حال زيلينسكي يقول أن الحرب
قادمة لا محالة، وأن اليوم الأوروبيون أمامهم خياران، إما أن يتركوا أوكرانيا وجزء من أراضيها تذهب تحت السيطرة الروسية، والعدو الأول الغرب وهو روسيا سوف ينعم بالثروات الأوكرانية لدعم اقتصاده، إما أنتم العالم متحضر تأخذون هذه الدولة ضمن المنظومة الأمنية لديكم، وتكون طبعا أوكرانيا ومقدراتها دعما لاقتصادكم. وكأنه يرسل إشارة بأن أوكرانيا اليوم تريد إشارة واضحة من الغرب، وعندما قال دعوة أوكرانيا لحلف الناتو ليس الانضمام، إنما الدعوة، إنما يريد أن يفهم ويفهم بأن أوكرانيا قد ينفذ صبرها، وهي بحاجة إلى طبعا موقف واضح، لأن أوكرانيا ترى أنها لا تدافع عن نفسها إنما تدافع عن كل أوروبا. هناك قراءة مختلفة كثيرا لما وصفته بالبنود السرية في خطة زيلينسكي، سنعود إليها معك دكتور محمد ومع الأستاذ رامي القليوبي. أستاذ رامي، إذا كانت خطة زيلينسكي مجرد شعارات غير متماسكة كما وصفتها زخاروفا، لماذا اتهمت الخارجية الروسية زيلينسكي بالسعي لتوريط الناتو في مواجهة مع روسيا؟ في الواقع أحمد، هذا يندرج ضمن الفهم الروسي لكيفية قيام زيلينسكي بتسويق الحرب الأوكرانية أمام الرأيين العام الدولي والعام الداخلي الأوكراني. فزيلينسكي يسعى لتصوير الحرب مع روسيا على أنها حرب بالنيابة عن كما يسميه العالم المتحضر، وإن كان هذا مفهوم نسبي وكل طرف له مفهومه هو للتحضر. فبالتالي هو روسيا ترى أن زيلينسكي يقوم بحملة دعائية، كذلك التسويق للحرب في الداخل الأوكراني كان على أنها حرب شعبية، ولذلك المجتمع الأوكراني تقبل عدة موجات من التعبئة التي أجريت وتم تجنيد مئات الآلاف الأشخاص، بينما في الداخل الروسي تسويق الحرب مختلف، ويتم تسويق الحرب على أنها عملية عسكرية خاصة لا يشارك فيها سوى جنود محترفون متعاقدون. وفعليا روسيا لم تجرؤ على إجراء سوى موجة تعبئة واحدة في سبتمبر من عام 2022، إدراكا من السلطة الروسية أن الرأي العام الداخلي لا يتقبل ذلك. كذلك على الصعيد الخارجي، روسيا تسوق الحرب مع أوكرانيا على أنها حرب من أجل عالم متعدد الأقطاب. طيب دكتور فرج الله، خطاب النصر لزيلينسكي يأتي بالتزامن مع أمر السلطات الأوكرانية بإخلاء مدينة كوبيانسك وثلاث بلدات أخرى في منطقة خاركيف. عن أي نصر يتحدث زيلينسكي وأي ثوابت يريد الدفاع عنها بما في ذلك التخلي عن الأراضي الأوكرانية من عدمه؟ فيما يخص بند أن أوكرانيا الآن، وأعتقد بأن القسم الجزء الملحق السري لبند طلب أوكرانيا من حلف الناتو تقديم الدعوة، أعتقد بأن الجزء السري بأن أوكرانيا الآن مستعدة لأن تنضم للناتو أو تقبل طلب الدعوة لها، وأن تنتشر المادة البند الخامس ليس على كل الأراضي الأوكرانية، إنما فقط على تلك الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. أي أن زيلينسكي وأوكرانيا الآن مستعدة أن لا تحرج الغرب بأن تطلب منهم أن يدافع على الأراضي المحتلة، أي أنه أمر يشبه النموذج الفنلندي في السابق. الآن نحافظ على ما يمكن نحافظ عليه وننتظر الفرص كما انتظرت فنلندا فرصتها. فيما يخص الإخلاء، هذه الليلة وكل ليلة نشهد بأن روسيا تهاجم أوكرانيا بموجات كبيرة من الدرونات الأوكرانية، شاهد الدفاعات الجوية تسقط جزءا كبيرا منها وجزءا تعترضها عبر الموجات الراديو، ولكنها المدن المحاذية سواء في إقليم طبعا ديبروبتروفسك وخاركوف والآن في إقليم دونيسك، هنالك طبعا تقع كل ليلة خسائر ضمن المدنيين. أوكرانيا تريد أن تخفف وتقلل من ذلك، لذلك هي تخلي هذه المدن أو هذه القرى الصغيرة وتحولها إلى قرى عسكرية كما هي يجب أن تكون، لكي تنزع من روسيا عملية الرعب المستمر تجاه السكان. نقطة مهمة جدا الآن فيما يخص طبعا خطة زيلينسكي، والتي أعتقد أجزاء منها كبيرة،
زيلينسكي أيضا يقول المرة أعتقد الثالثة والآن علنا بأن أوكرانيا مستعدة لدعوة روسيا إلى مؤتمر السلام في نوفمبر أو في الخريف الذي بدأ، وأنه إذا الدبلوماسية نجحت في عملية حل هذه الحرب أوكرانيا ترحب بذلك، ولأنه يقول يجب أن تتخلى روسيا وللأبد عن رؤية التمسك في أوكرانيا، وإلا انتقل طبعا الطمع الروسي بين قوسين إلى الغرب نفسه. إذا أوكرانيا تقول بأنها مستعدة للتفاوض إن أرادت إن استطاعت الدبلوماسية أن تقول ذلك، ومن جهة أخرى تفضل أوكرانيا في البنود طبعا أن تسمح الدول الأوروبية لأوكرانيا أن تضرب العمق الروسي. وقدم مزاج عفوا نموذج كورسك، بأن نموذج كورسك كان نموذجا ناجحا عندما نقلت الحرب على الأرض الروسية، كانت أكثر طبعا يراها زيلينسكي إلاما لروسيا. طيب، لكن الكريملين له قراءته للميدان أستاذ رامي، في رد غير مباشر على خطة زيلينسكي طالبت روسيا أوكرانيا بالتخلي عن الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي كشرط لإطلاق عملية السلام. كيف تطرح موسكو شرطا كهذا بينما تعجز عن تحرير مناطق في كورسك ما زال تحت سيطرة الجيش الأوكراني كما تفضل الدكتور محمد؟ بخصوص كورسك، فهذه العملية التي شنتها أوكرانيا في داخل العمق الروسي كانت نفسية أكثر منها عسكرية، لأن أوكرانيا ورعاتها الغربيين يدركون جيدا أن قوة نووية كروسيا لا يمكن هزيمتها في ساحة المعركة، ولكن يمكن زعزعتها من الداخل عبر الإخلال القائم أو الإخلال بالعقد الاجتماعي القائم بين المواطنين والسلطة، والذي يستند إلى ضمان الدولة قدرا من الرخاء والأمان للمواطنين مقابل عدم التدخل في السياسة. فكان الهدف من عملية كورسك هو أن يشعر المواطنون الروس بأنهم ليسوا في أمان، ولكن هذا لم يأتي بنتائجه لأن المجتمع الروسي ليس مسيسا، وكذلك على مستوى الإعلام لم يركز الإعلام الروسي على أحداث كورسك كثيرا، بل تم التعامل معها على أنها أحداث هامشية. وكما نعلم الإعلام يلعب في أي دولة دورا كبيرا في رسم الصورة التي يتلقاها المواطن. لكن على الصعيد العسكري التوغل الأوكراني في كورسك أدى إلى تراجع القوات الأوكرانية على جبهات كثيرة في دونباس، وهذا ساعد روسيا في تحقيق تقدم جيد والسيطرة على عدد من البلدات بما فيها ميخايلوفكا وغيرها، وبالتالي هذا الرهان على إضعاف روسيا نفسيا لم ينجح. لكن الرهانات العسكرية الروسية في الشرق الأوكراني كانت ناجحة من جهة إبعاد القوات الأوكرانية عن عدد من البلدات كما فكرتم. طيب دكتور محمد فرج الله، زيلينسكي اليوم اتهم الصين بشكل صريح بدعم الغزو الروسي لبلاده، وهي لربما المرة الأولى بهذه اللهجة وبهذه الطريقة المباشرة، كما اتهم طبعا كوريا الشمالية وإيران. ما حسابات زيلينسكي حين يضع الصين على نفس المستوى مع كوريا الشمالية وإيران في دعم روسيا؟ فعلا ملاحظة مهمة جدا أستاذ أحمد، وطبعا هذا ما قاله زيلينسكي في خطابه في أول نقطة، قال الجيوسياسيا زيلينسكي يريد أن يرسل إشارة جديدة ويرسل تحذير جديد إلى الغرب، مفادها أن المواجهة ما بين العالمين، العالم الدكتاتوري أو التكتل الدكتاتوري والتكتل الديمقراطي لا محالة إلا إذا هزمت روسيا. وقال زيلينسكي هزيمة روسيا لا يعني تدميرها، إنما إفشال خطط بوتين الجيوسياسية. زيلينسكي عندما اختار هذه اللهجة قبل 3 شهور، نذكر بأن بلينكين نفسه زار طبعا الصين وقدم للصين أدلة بأن روسيا تتلقى دعما صينيا، وربما واشنطن عولت بأن الصين تتخذ أي إجراءات ولكن الصين لم تتخذ. الآن زيلينسكي يخرج ما كان تحت الطاولة إلى العلن، ويخرج ما كانت تناوله الاستخبارات إلى الرأي العام، بأن اليوم معسكر الشر بدأ يتكتل ويتعاون بقوة، وهو طبعا روسيا،
إيران التي تهدد كل حلفاء واشنطن وأوروبا في الغرب وفي الشرق الأوسط، وكوريا الشمالية، ومعروف من هي كوريا الشمالية، وها هي الصين طبعا تلتحق بهذا التجمع وهذه التكتل. وزيلينسكي يرسل تحذير إلى الغرب، إن بقيتم هكذا غير طبعا حريصون على دعم أوكرانيا بالمزيد، إن بقيتم هكذا مترددون فهذا التكتل الشر سوف يتعاظم، وعندها الأمور سوف تصبح أكثر وأكثر تعقيدا. لذلك زيلينسكي عندما اتهم الصين أصبح واضح بأنه فعلا الصين هي متورطة بالحرب. أما ما يخص الرأي العام كما قاله الضيف من موسكو، أي رأي عام في روسيا؟ نحن لا نعلم شيء، لا يوجد رأي عام في روسيا ولا إصلاحات الرأي. وعملية جلب روسيا لطبعا جنود كوريا الشمالية إليها لأن بوتين يخشى من أي تعبئة، وأن بوتين الآن عاجز عن القيام بأي شيء ويتفادى إنجاز التعبير طبعا إغضاب شعبه. في روسيا نحن لا نعلمها، ولكن آخر تقرير كان يقول روسيا تنفق 2 مليار دولار أسبوعيا على الحرب في أوكرانيا في حين ميزانية التعليم متهالكة. لذلك الآن نحن فعلا أمام معسكر مستعد أن يصرف على القتل، ومعسكر آخر يحسب كل فلس في الدفاع عن الإنسان. مقاربة تستوجب لربما ردا منك أستاذ رامي. بداية أنا لا أتفق مع الضيف كيف في المسألة أن روسيا لا يوجد فيها رأي عام. في أحيان كثيرة المتابعون خارج روسيا يظنون أن روسيا دولة مخابرات يحكمها ضباط يرتدون جواكيت جلدية ونظارات سوداء، ولكن هذه الصورة النمطية غير دقيقة. الحاكم الفعلي في روسيا هو كتلة السياسة الداخلية في الكريملين، وأغلب أعضائها هم مديرون سياسيون تمتد خبراتهم منذ تسعينيات القرن الماضي، أي منذ عهد الرئيس الراحل بوريس يلتسين. وهؤلاء يستشعرون جيدا نبض الشارع الروسي ويعلمون ماذا يتقبله وماذا لا يتقبله، ويعلموا جيدا أنه السكان قد يتقبلون المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولكنهم لن يتقبلوا أفغانستان أو شيشان ثانية، أن يذهب الناس إلى الجبهة من دون إراداتهم ويعودوا في نعوش، ولذلك يمتنعون عن إجراء أي تعبئة جديدة. بخصوص التقديرات لتكلفة الحرب على روسيا، هذه التقديرات متباينة إلى حد كبير، وبالفعل في العام الحالي الميزانية العسكرية الروسية تفوق 100 مليار دولار، وهناك توقعات أن تفوق 130 أو 140 مليارا في العام المقبل. ولكن أيضا يجب أن ندرك أن جزء من هذه الميزانية يعود في نهاية المطاف إلى عجلة الاقتصاد، لأن مثلا العسكريين الروس على الجبهة يتقاضون رواتب مغرية لا تقل عن 2000 دولار شهريا، وهذا أعلى كثيرا من متوسط الدخول في روسيا. وجزء من هذه الأموال يعود إلى عجلة الاقتصاد في شكل أقساط قروض الرهن العقاري والاستهلاك ودعم عائلاتهم. وفي أحيان كثيرة تحول الحروب إلى قطرة للاقتصاد. بالمناسبة ليس في روسيا فحسب، فمثلا في القرن الماضي كانت العقود الحربية بين الحرب العالمية الثانية لها دور في خروج الولايات المتحدة من مرحلة الكساد الكبير. وحتى في الحالة الأوكرانية الحرب هي جزء من الاقتصاد. طيب بعجالة أستاذ رامي، خبراء أمريكيون يعتبرون روسيا خاسرة في الحرب حتى لو احتفظت بالأراضي التي تسيطر عليها شرق أوكرانيا، ويبررون هذا الطرح بالقول إن الجيش الأوكراني سيواصل تطوره بدعم غربي، وفي مرحلة ما سيسترجع أراضي أوكرانيا لأنها ستبقى وفق القانون الدولي أراضي محتلة. ما رأيك؟ وباختصار
هذا الطرح لا يخلو من الموضوعية، لأن فعليا هناك إدراك روسي وربما أوكراني وغربي بأن أي تجميد للنزاع سيتحول إلى مهلة يقوم كل طرف خلالها بتدريب جيشه لشن هجمات جديدة. ولذلك هناك طرح يتم تداوله على مستوى قنوات زد الداعمة للعملية العسكرية في أوكرانيا، ومفاده أن روسيا لن تتوقف كما تزعم عند حدود المقاطعات الأربع التي ضمتها في عام 2022، بل ستواصل في مرحلة لاحقة الزحف حتى أوديسا لقطع أوكرانيا عن البحر الأسود وجعلها دولة زراعية غير مؤثرة مثل مولدوفا مثلا. وهذا الطرح يتم تداوله هنا كثيرا في موسكو. طيب دكتور فرج الله، يبدو أن البنود السرية أو أهم بند سري في خطة زيلينسكي يتعلق بمسألة التخلي عن الأرض مقابل وقف الحرب مع روسيا، وهذه الفكرة تحديدا لربما لاحظ زيلينسكي بأنها تلقى مزيدا من الدعم بين أكبر حلفاء أوكرانيا. هنا في ألمانيا هناك من يدعم هذه الفكرة على أعلى مستوى، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تابعت تصريحات مسؤولين كبار تحدثوا في هذا الأمر، وحتى بايدن رفض التعليق عندما سئل. هل خطة النصر كما عرضها زيلينسكي تمهيد لإعلان هذا السيناريو ومن ثم كانت سرية؟ أعتقد نعم، وهي تميل لذلك لأن أوكرانيا والقيادة الأوكرانية وصلت إلى قناعة مفادها بأن الغرب معني بأوكرانيا. الغرب بالطبع لا يريد أن يتخلى عن أوكرانيا لأنها فعلا هي جداره وقلعته في الشرق، ولكنه ليس حاليا مستعد أن يحارب من أجلها، ولا والشعوب الأوروبية غير مستعدة أن تخوض حربا مواجهة مع روسيا. لذلك أوكرانيا بدأت تتفهم بالأمر، نقول كلمة بواقعية ليس بموضوعية، بواقعية، وتريد أوكرانيا أن لا تحرج حلفائها، تقبل هذا الطرح بأنها لن تتنازل بشكل رسمي على الأراضي الأوكرانية، ولكنها تقبل الضمانات الغربية من حلف الناتو على 80% من الأراضي الأوكرانية لتنتظر الفرصة السانحة. وهذا الأمر إذا كان مقبول ضمن الحلفاء ومقبول ضمن حلف الناتو التي لديها حساب طويل، ونعلم بأن الغرب نفسه أطول، ولطالما معسكر الشرق يخسر، الاتحاد السوفيتي خسر، ألمانيا الشرقية خسرت، الاتحاد السوفيتي انهار وهو يملك كل الترسانة النووية، وكذلك طبعا الأمر بحاجة إلى وقت. لذلك أوكرانيا تقبل بهذا السيناريو لتقدم الأوروبا بأننا مستعدون للعرض الذي تقبلونه، في المقابل تحول أوكرانيا من أراضيها قاعدة عسكرية ضخمة لحماية أوروبا، ليكون الطرفان معتمدان على بعضهما البعض. طيب للأسف كنت سأعود إلى موسكو إليك أستاذ رامي القليوبي، لكن الوقت انتهى تقريبا. أشكركما ضيفينا العزيزين، من موسكو رامي القليوبي الخبير في الشأن الروسي، ومن كييف الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية المسائية، إلى اللقاء.